كتير. اسمع مني انا بقول لك اهو، انا شادي ماكرام ليك الاكوام وشوف مين بقول لك اخرج برا البيت. اخرج برا البيت يا عم. انت بتهين وبتصيح وبتزدري، انت جايب الحاجات دي منين؟ انت كنت هتعميني، كنت هتعميني. وايه الطاقية اللي انا كنت لابسها دي؟ انا لا اعرف غير هذه الطاقية. الطاقية هذه الطاقية هي طاقيتي. او هذه الطاقية فوق كل طاقياتي. الوطن الوطن اخرج برا. انت بصي الى الموروثات والى التراث، من اين جئت بهذا الذي تقول؟ نحن اديان تؤمن بالعلم وليس الطين وتحط على العلم يفتح. نحن اديان تؤمن بالعلم وليس شياطين تلبس خنازير وتفلسف. نحن أديان تؤمن بالعدالة الاجتماعية وليس بالسكيليا اللي اديتك فلوس قمت رميتها من البرادات. نحن أديان السماحة والمحبة الحقيقية. نحن مسلمين ومسيحيين بناكل فول وطعمية. نحن وراء الرئيس السيسي حتى نحقق خير الأمة. نحن نبني أكبر كنيسة وأكبر جامع وأكيد أكبر مستشفى وأكيد أكبر مدرسة وأكيد أكبر جامع. نحن أديان تؤمن بالعلم. اخرج برا يا أبو الفسيخ. أبو الفسيخ أنت المسيخ الدجال يا أبو الفسيخ، ولكن نحن أديان عليه الصلاة والسلام سيدنا المسيح وعلى نبينا محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. هم أديان العلم، أديان المعرفة، أديان النور، وليس الفسيخ اللي أنت بتعمله. فاخرج برا بيتي يلا، اخرج برا. اين السيف؟ اين السيف؟ نحن